أهلا وسهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. مرحبا بك سيد عبد القادر الدخيل محافظ نينوى، وأهلا وسهلا بوفد وزارة الثقافة كل باسمه ومقامه. يا الأساتذة الكرام مرحبا بكم وصبحكم الله بالخير. نلتقي اليوم في رحاب واحد من المعالم التاريخية والأثرية في مدينة الموصل، نستحضر في هذه اللحظة المهمة تاريخ وتراث هذه المدينة العريقة. لا شك أن التاريخ الزاخر الذي تتمتع به مدينتنا الموصل والتي تضررت معالمه نتيجة الإرهاب الداعشي والحرب عليه يشكل منطلقا للتعاون ومساندة العالم لنا ومنظماته المعنية وخاصة اليونسكو في إعادة وترميم هذا التراث ومعالمه من بيوت ودور عبادة ومواقع أثرية وتراثية، وتطوير هذه الشراكة والمشاريع والجهود للسعي إلى وضع المدينة كلها على لائحة التراث العالمي. بداية شكراً لليونسكو، شكراً للاتحاد الأوروبي على دعمهم المتواصل لمحافظة نينوى. يعتبرون اليونسكو هم الشركاء الحقيقيين لإحياء روح المدينة. اليوم المساهمة بإعادة تأهيل وترميم هذا الصرح المهم في مدينة الموصل وفي قلب المدينة القديمة، هذا بصراحة دعم حقيقي من أجل أن تكون الموصل دائما هي ضمن لائحة التراث العالمي. وبهذه المناسبة الحمد لله أيضا هناك مشروع الواجهة النهرية الذي سينطلق في الأيام القليلة القادمة، وهو ترميم المنطقة الممتدة من الجسر القديم من الجسر الخامس. أيضا سيكون لليونسكو تعاون كبير معنا وكذلك دائرة الآثار والتراث. هذه المنطقة هي ضمن المناطق المرشحة للتراث العالمي. إن شاء الله سنعمل كل ما بوسعنا من أجل الحفاظ على هذا الصرح المهم الذي هو دائما يعبر عن تاريخ وحضارة أهالي محافظة نينوى. It's an amazing building, and to see the devastation that existed here in Mosul at the end of the war with Daesh and the restoration work that has taken place is truly amazing. بشراكة اليونسكو والاتحاد الأوروبي والحكومة العراقية، بيت سليمان الصايغ هو بيت مهم جدا، وإن شاء الله في الأيام القريبة في مشاريع تتضمن بناء القدرات والتدريب للشباب في الموصل، ونطمح أن يكون في مشاريع حلوة بين الحكومة العراقية واليونسكو والاتحاد الأوروبي. هذا الدار يعود لأحد شخصيات الموصل المهمة، وهو السيد سليمان الصايغ المؤرخ الموصلي. بني هذا الدار في عشرينيات القرن الماضي. تعرض هذا الدار إلى عملية تدمير كامل بعد سيطرة عصابات داعش الإرهابي. اليوم تم إعادة تأهيل هذا الدار بكوادر مفتشي آثار وتراث نينوى، واليوم سوف تقدم رؤية لإعادة توظيف هذا الدار التراثي المهم. نقف في افتتاح دار التراثي دار سليمان الصايغ، هذا الدار الذي يحمل من في طياته تراث مدينة الموصل، طالته يد عصابات داعش الإجرامية. اليوم بين التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة السياحة والحكومة المحلية في محافظة نينوى وبلدية الموصل تم إعادة هذا المبنى التراثي الذي هو جزء من تراث مدينة الموصل القديمة. وبهذه المناسبة اليوم السيد المحافظ أطلق وصرح عن الموافقة النهائية
للسيد رئيس وزراء بالبدء بتأهيل المدينة القديمة الذي يضمن الواجهة النهرية ضمن كورنيش الأيمن، وكذلك بدأنا بدراسة التصميم لجسر الخامس حتى الجسر الثالث ككورنيش إضافي. إن شاء الله بدأت تنهض مدينة الموصل وتعود كما كانت هي المدينة التي لها عمق في حاضرة وتاريخ البشرية. بيت سليمان الصايغ من البيوت التراثية اللي استملكتها مفتشية آثار وتراث نينوى لترفد الطابع التراثي في مدينة الموصل، وهو من البيوت التي تعود بتاريخها إلى القرن الماضي بداية العشرينات، وهو من مر مراحل متعددة في البناء، وقدرنا أنه نعيد البناء واستخدام المواد الأولية في إعادة البناء، يعني مثل ما كان رجعناه. العمل استغرق سنة واحدة من 22 إلى 23. هذا البيت تم بناؤه في كمرحلة أولى في العام 1850 ومرحلة ثانية في حدود العام 1920. يعتبر من البيوت التراثية المهمة التي استملكتها مفتشية آثار تراث نينوى في العام 1995، وصلنا في ضمن الفئة ألف، يعني من التصنيفات المهمة ومن البيوت التراثية المهمة. يتميز ببوابة رائعة جدا فريدة على مستوى مدينة الموصل القديمة، إضافة إلى الداخل الجميل الذي فيه البيت. أهمية البيت تكمن بأنه كونه ملك للمطران سليمان الصايغ، أحد الشخصيات الموصلية المشهورة والمعروفة من الموصل، وله الفضل الكبير في توثيق تاريخ الموصل عبر كتابه تاريخ الموصل في الزائي الثلاث الذي قام بكتابته في العام 1923، وكان له دور كبير جدا في حفاظ على عروبة مدينة الموصل.